كريم عميني ايه الاخبار؟ تمام؟ طيب هو اولا يعني الواحد لما بيجي مدرسه بعد التخرج بيحس احساس كده ان هو ياه هنا ايام زمان لما كنت في المدرسه. انا اعتقد حضرتك حاسس بالاحساس ده بشكل او باخر يعني. بس العجيبه انه مش حضرتك بس اللي حاسه او انا، لكن يعني ممكن يبقى حد اتخرج امبارح بس من المدرسه وهو بيقول ياه فين ايام زمان لما كنت في المدرسه. امبارح انا كنت في الريهرسال هنا موجود، فكان معايا طالب من طلاب المدرسه اسمه عمر. فعمر وانا بتكلم معاه قال لي زمان وانا في المدرسه، بقول له عمر زمان وانت في المدرسه ازاي؟ انت لسه في المدرسه. قال لي من سنتين بقى واحنا لسه بنبتدي تيدكس كده. فالاحساس بالزمن ده حاجه من الحاجات العجيبه جدا. يعني انا بتصور انه يعني اللي فعلا زمان الحقيقي كان الناس كانت ايام زمان، الناس كانت بتعيش كتير. حد فينا عارف سيدنا نوح عاش قد ايه تقريبا؟ تقريبا 1000 سنه. الراجل ده سالوه في نهايه حياته حسيت بايه؟ قال لهم الدنيا دي ال 1000 سنه كان باب دخلت منه وخرجت من الناحيه الثانيه. فاحنا مساكين جدا ان حياتنا دي هي يعني تقريبا من 60 ل 80 سنه في العصر اللي احنا موجودين فيه. فحاجه يعني حاجه مساله الزمان دي مساله عجيبه للغايه. احنا حياتنا على الارض عباره عن ثلاث حاجات، انسان ومكان وزمان. انسان انا وحضراتكم، المكان هو الاماكن اللي احنا عايشين فيها، الزمان هي المده اللي بتتحرك واحنا مش حاسين بيها. الزمان ده اخطر حاجه في المعادله. انتوا حضراتكم لما تيجي تدخلوا اي مكان وتلاقي كده سلم بالكهرباء، اللي بيحصل ايه؟ انت تقعد على السلم، السلم ده بيتحرك لوحده ومره واحده خلاص. الزمن هو نفس القصه، وفي لحظه واحده بيقول لك جيم اوفر، خلاص حياتك انتهت. فالتحدي الاكبر للانسان على الارض انه يتحدى الزمن ده قبل ما يتقال له جيم اوفر. فبيتحدى الانسان الزمن ازاي؟ ان هو يحاول قدر ما يستطيع يضيف لعمره أعمار ثانية. إيه الكلام الغريب ده؟ عن طريق إن هو في كل مكان يمر عليه يحاول يسيب حاجة، الحاجة دي تبقى حاجة نافعة للناس ونافعة للبشرية. الحاجة دي لو هو ساب المكان هتفضل موجودة وبالتالي عمره لسه شغال. أنا أحكي لكم على تجربتي الشخصية اللي حاولت بيها أطبق المسألة دهية. إحنا في حياتنا يا جماعة الاماكن الاساسيه اللي بنمر عليها في حياتنا هي ايه؟ اللي بتاخد اكتر وقت من حياتنا، المدرسه والجامعه والشغل. دي اكتر ثلاث اماكن بتاخد تقريبا من حياتنا. فانا بدات افكر في الفكره الوجوديه دي، قصه الانسان والمكان والزمان، من وانا لما كنت في المدرسه. وادركت انه لا، انا لازم اعمل حاجه. واول حاجه ان انا لازم اعملها هي ان انا اكون مسؤول عن نفسي. فانا حسيت وانا في المدرسه انه يعني هو انا صغير ولا كبرت؟ وليه بيقولوا لنا واحنا في المدرسه انتوا لسه صغيرين؟ انا حاسس اني كبرت. فبدات اسال اصحابي يعني انت كبير ولا صغير؟ يا ابني انا كبير طبعا، انت بتتكلم ازاي؟ انت شايف السيجاره في ايديا بشرب سجاير. فطب انا اعمل ايه؟ اعمل اشرب سجاير زيه؟ لا يعني فكرت طب سكتوها مش هي دي حقيقه. طب رحت لواحد تاني طب اعمل ايه؟ انت برضه بتشرب سجاير؟ لا سجاير يا عم، احنا هنهزر احنا عيال ولا ايه؟ انا بشرب مخدرات، دي بتعلي دماغي جدا، انا راجل كبير جدا. فده وهم كبير. طب لا ما ينفعش، طب اعمل ايه؟ اصاحب بنات بقى، الحب حلو وقصه رومانسيه عنيفه للغايه بس يعني دي مش حقيقه، انا مش هتجوزها بعد كده، ففي الاخر يعني ما ضيع وقت. طب اعمل ايه؟ طب نلعب جيم بقى، بادي بيلدينج قدام المرايه، انا شاب عظيم، انا قوي، انا مش عارف ايه. طب لا مش هو ده التحدي الحقيقي. طب ايه التحدي الحقيقي؟ التحدي الحقيقي ان انا اهلي بيصرفوا عليا، انا احس ان انا كبير لما اصرف على نفسي، بس انا لسه في اولى ثانوي، فاعمل ايه؟ يا اهلي لو سمحتوا انا عايز اشتغل. ليه يا ابني؟ ما احنا مش مقصرين، انا عايز اشتغل، انا عايز احس ان انا كبير. فقررت في اجازه اولى ثانوي ان انا اشتغل وبدات احوش. وبعدين التحدي الثاني، انا داخل على ثانويه عامه، يا ناس بتعيط، ثانويه حاجه عظيمه وبتاع. طيب يبقى ده تحدي حقيقي، اعمل ايه؟ اركز اذاكر بس بمنتهى البساطه، فعشت حياتي عادي بس ركزت من الاول وذاكرت. في اخر السنه لقيت نفسي اول مره تحصل لي في حياتي طلعت الاول على المدرسه، والفلوس اللي كنت حوشتها وانا يعني بشتغل في الصيف هي اللي غطت اغلب مصاريف الدروس الخصوصيه. فطبعا دي حاجه ايه؟ انجاز عظيم، بس بالنسبه لي ده ما كانش انجاز. ليه؟ لاني فعلا انا بدات اعتمد على نفسي، بس انا ما سبتش حاجه في المكان ده. انا مشيت من المدرسه
وما سبتش في المدرسه عمل ما نافع للناس اللي هتيجي بعدي من المدرسه، فقلت خلاص لازم اول ما ادخل الجامعه المكان التاني اللي انا هدخل فيه ده لازم بقى اسيب العمل ده. فدخلت الجامعه في ايه يا جماعه؟ كليه سياسه واقتصاد، احداث كبيره بتحصل في العالم من سنه 2000 ل 2005، حروب بتشتعل في المنطقه، انا بدرس العالم، المقالات العالميه بتقول ان في حاجه اسمها صدام حضارات، وان مشكله العالم ده حاجه اسمها العالم الاسلامي، وان العالم الاسلامي ده بيمثل خطر في العالم. فانا المساله دي يعني ايه استفزتني لغايه، قلت خلاص انا كنت في المدرسه مسؤول عن نفسي وعايز ابقى في الجامعه مسؤول عن حاجه اكبر، انا هبقى مسؤول عن العالم الاسلامي ده، انا لازم ادافع عنه، انا بنتمي ليه؟ العالم الاسلامي ده قدم للحضاره الانسانيه علوم واداب وقيم، قدم حاجات عظيمه، ليه بيقولوا عليه كده؟ فبحثت في الجامعه ولقيت بقى الناس بتعمل ام يو ان وبي الحاجات اللي هي الجميله دي، فقلت خلاص ايه الحاجه اللي بتمثل العالم الاسلامي في العالم ده وبيجتمع عليها الحكومات والشعوب؟ فبحثت فلقيت حاجه اسمها منظمه المجتمع الاسلامي او اي سي. فقمت عامل كده، كتبت بقى مقترح كده ورايح بقى لايه؟ للجامعه، قلت لهم يا جماعه انا عايز زي ما انتوا عندكم ام يو ان، انا عايز اعمل مايك. ف واو ام يو ان مايك، ده احنا جامعه جامده جدا. طب قول لنا بقى حبيبي يعني ايه مايك دي؟ قلت لهم ابدا، ده نموذج طلابي بمنظمه المؤتمر الاسلامي. قال ايه؟ اسلامي يا لهوي، ليه يا ابني تعمل فينا كده؟ احنا عملنا لك حاجه يا ابني، انت عايز تضيع نفسك يا جماعه؟ طب انا عملت ايه غلط؟ انا والله ما شتمت، انا مؤدب يعني. ايه انا قلت بس قولوا لي ايه المشكله في انت؟ انا مش عارف يعني، ولا دي قلت لكم مثلا ولات والعزة اللي بيواجه الكفار، ايه المسلسل الغريب ده؟ فقالوا لي لا دين وسياسه يا جماعه، لا دي منظمه فيها ثقافه وفيها تنميه وفيها حوار حضارات وحاجه فيها الدول والحاجه فيها سفراء، حاجه جميله جدا. فقالوا لي ايه ده بجد؟ قلت لهم اه يا جماعه المشكله فيكم مش فيها. خلاص يلا ابتدي السيميوليشن موديل ده زي اليو ان لما نشوف. قلت لهم بس خلي بالكم كل المودلز الثانيه اللي موجوده بدات بره واتصدرت لنا. ده الحاجه اللي هنبتديها هنا في مصر وان شاء الله نوديها للعالم كله. فبدات القصه بدات لوحدي وبدات اكلم الناس، بدات الناس تتجمع حوالين الفكره ان يا جماعه ده فعلا احنا في حاجه اسمها عالم اسلامي واحنا عايزين ندافع عنه، وان القصه مش ان احنا نتعدى المرار، احنا داخلين ندافع عنه اكنها يعني دي بلدنا، ده اهلنا، احنا هندافع عن العالم الاسلامي ده. الفكره يعني اتجمع عليها عدد كبير جدا من الطلاب، فبدات تتحرك وبدات ما كانت حاجات ثقافيه بس، بقت حاجات ثقافيه وحاجات اجتماعيه، بدات ما كانت في كليه واحده بقت موجوده في كليات ثانيه، بقت يعني بعد ما كانت موجوده في جامعه واحده بقت موجوده في جامعات ثانيه، بعد ما كانت موجوده في محافظه واحده في القاهره بقت موجوده في محافظات ثانيه، بعد ما كانت موجوده في مصر بقت موجوده في دول ثانيه في العالم، بعد ما كانت موجوده في جامعه بقت موجوده في مدارس بقت موجوده في ملاجئ. فانا قلت ساعتها وقف يا زمن وقف، انا جبت جون الحمد لله. دي اول حاجه عاملها في حياتي، حدث ان انا لما سيب الجامعه انا سايب جامعه واحده، سايب جامعات كتير فيها الحمد لله بتخرج اجيال هتدافع عن الرساله دي وقادرة ان هي تتكلم بلغة العالم. النشاط ده اتخرج منه سفراء، اتخرج منه وزراء في دول. واحد صاحبي كان لسه في هولندا من فترة صغيرة قال لي في استاذة جامعية في هولندا اتخرجت من النشاط ده، نائب رئيس جامعة في روسيا متخرج من النشاط ده. حاجة بقت الحمد لله الواحد حس انه خد خطوة على طريق تحدي الزمن ده وساب اثر. جيت بعد كده قلت طيب خلاص يعني خلصنا الجامعة نعمل ايه؟ طب عايز اشتغل بقى، يعني جانب تاني من حياتي، طب اعمل ايه؟ خريج سياسه واقتصاد هبقى سفير. طب يعني ازاي؟ انت طيب قوي. لا يعني مش خريج سياسه واقتصاد بيبقوا سفراء، ده في امتحان طويل جدا وانترفيو صعب جدا، في وزير وسفراء وكده. قلت له يا جماعه هو ايه؟ مش امتحان؟ هنعمل ايه؟ هنذاكر؟ ذاكرت، دخلت الامتحان نجحت عادي، يعني عادي. ثانويه عامه صعبه؟ لا هتذاكر هتنجح خلاص، موضوع يعني شغل التحدي الكبير يعني. فالمهم نجحت ودخلت، قال لك بس انت بقى هتبقى بتاع العالم الاسلامي ده. مصر يا ابني بتحبك فهتبعتك لمكان لمهمه عظيمه جدا، انت هتروح اصعب دوله في افريقيا. فيا جماعه طب ما مصر بتحب ناس ثانيه وودتهم مثلا اوروبا وحاجات كده، سمعت يعني الحسد اتحب عليا، بس انا بقول على حاجه، انا والله مبسوط جدا، انا نفسي اصلا اروح اعيش في افريقيا طالما مكان اني اقدر اقدم منه رساله واقدم فيه البشر. ففعلا رحت والناس بقى انا مسافر يعني شد حيلك ومش عارف ايه، مش حاسس بقى يعني في ايه بالظبط. فلما رحت هناك وفعلا نزلت من الطياره لقيت ايه ده؟ يعني رحت النيجر. النيجر دي يعني احب البلاد الى قلبي.
بعد ما عيش بديها. اول دخلة بتاعت النيجر دي يعني احر بلد في العالم، الشمس كده ايه اهوال يوم القيامة، الشمس كده فوق الروس، حاجة صعبة جدا. وبعدين الجو صعب، وبعدين دخلت بفتح باب البيت اللي بداخل فيه لقيت كده حاجات ماشية على الحيطان كائنات تماثيل صغيرة. قالوا لي لا تخافش ده بتمساح، ده برص. برص ده هو كائن يعني بيساعد الانسان وبياكل الناموس، ما تخافش. فالمهم طيب يعني ايه، بدات اتحرك، حسيت ان انا عيان شويه كده، عينيا بتوجعني. فرحت للدكتور قال لي ما تخافش، صحراء وتراب وكده انت بتتاقلم. بعدين بدات احس بحاجات غريبه جدا بشوفها في المسلسلات، لما واحده تقول لي واحده ثانيه انا حاسه ان انا دايخه ونفسي لما عليا والدنيا بتلف ومش عارف ايه. الف مبروك. انا حاسس بالاحساس. ايه يا جماعه قلت للدكتور انا حاسس بال، قال لي الف مبروك. قلت له ايه؟ قال لي جالك ملاريا. فقلت له جالي ملاريا يعني هموت ولا ايه؟ انا جبت جون في الزمن خلاص عملنا يعني ايه؟ قال لي ما تخافش هتعيش انت كده يعني خدت الجنسيه بتاعتك. قلت خلاص بقى ايه، انزل نزلت السوق جبت جلابيتين بتوع الافارقه دول، قلت بقى مفيش سفاره ولا بتاع، احنا ايه هنعيش هنا زي الكبير قوي كده، انا العمده السبيل، انا العمده بتاعت البلد. بدات فعلا احتك بالناس واشتغل، وكان التحدي خلاص انت عايز هترجع، لا ان شاء الله هخف واكمل. فخفيت وكملت وبدات اعيش مع الناس واعيش مشاكلها. البلد هناك مرت بتجارب صعبه جدا، مرت بفيضانات، مرت بمجاعه، مرت بجفاف. بس انا كنت على طول بقى عشان مضطره كنت عمال اعمل يعني اعمل مغادرات واحل مشاكل الناس واعمل مساعدات واعمل كذا. حتى يعني الناس تعجبت، وزير الخارجيه شخصيا يعني عمل اجتماع مع مساعدين وزير الخارجيه، قالوا الناس عماله تهرب لافريقيا والراجل ده رايح وقاعد هناك وشباب مبسوط وعمل حاجه كبيره جدا لمصر. ده لما يرجع لازم يشوف. رجعت اجازه، هو طبعا بيسال ليه انت بتعمل كده؟ هو مش عارف السر ان اللي بيشتغل لرساله ولاعمار الارض سهل قوي عليه ان هو يمثل بلده. فانا حسيت ان انا ارتقيت من ان انا في المدرسه مسؤول عن نفسي، وبعدين في الجامعه بقيت مسؤول عن مجتمع طلابي، وبعدين بقيت مسؤول عن دوله عن وطن. بس انا ما اكتفيتش بكده، لما رجعت مصر حسيت ان لا، انا مش عايز اخدم بلد واحده، انا عايز اخدم كل الشعوب المضطهده المظلومه اللي بتعاني في العالم. انا عايز اسيب اثر في العالم ده كله. خدت اجازه من الحكومه واشتغلت في منظمه غير حكوميه بتشتغل على التنميه، وبعدين قمت عامل فيها مغادره بقى كبيره. هدف المغادره دي ان لما يحصل اي حاجه مشكله في العالم للناس اللي محتاجين نتفاعل معاهم. فكان من كام شهر كده زي ما شفته في التلفزيون، كان واحد راجل طالع في حته في جبل في اليمن بيطبخ اوراق الشجر لاطفاله، منظر المجاعه هناك مؤثر جدا. قلت خلاص سهله، احنا خلاص يا جماعه اتعلمنا واتدربنا هنوصل للناس دي. فعلا عملنا قافله ورحنا للناس وساعدناهم، وربنا اراد ان احنا نوصل للراجل ده وان احنا نحط قدام الاكل اللي يطبخه لنفس الاطفال اللي موجودين. فحسيت انه يعني احنا مش لوحدنا، في حاجه في قوه اكبر مننا بتساعدنا معانا بتشد على ايدينا ان احنا اللي عايز فعلا يبقى موجود ويؤثر في الارض، في حاجه هتساعده باذن الله. سوريا حصل فيها حاجات والناس في الشتاء والاطفال، ورحنا هناك ودفينا المدارس اللي موجوده في الخيم عشان الاطفال تتعلم وساعدناهم. الحق ده الروهينجا ساعدنا، الحق افريقيا ساعدنا، الحق في كذا وكذا وكذا. فبدانا الحمد لله بالمبادره دي نوصل لاماكن كثيره موجوده في العالم. فاللي انا عايز اقوله لكم يا جماعه ايه؟ اول حاجه انا لحد الوقت مش راضي. ليه؟ انا ما تقليش لسه جيم اوفر، انا لسه حي وارزق. ده معناه ان انا لسه بفكر يا ترى في ايه بعد كده اعمله. الحاجه الثانيه ان حياتكم قصه حياتكم انتم اللي بتكتبوها. فممكن تعيش لنفسك حياه لطيفه وحياه جميله، وممكن تعيش لفكره ولرساله وللناس. هتتعب شويه بس صدقني في اليوم اللي هيتقال لكم فيه جيم اوفر كلنا هنتمنى ان احنا نكون الشخص اللي فعلا اشتغل للناس وقدر يوصل لكل مكان ممكن في الارض ان هو يساعدها ويسيب فيها اثر. انا عايز اشكر اثنين من طلابكم كانوا بيساعدوني في الكلمه بتاعتي، عمر ومريم، بشكرهم جدا. انا قعدت معاه فتره اطول شويه، قعدت امبارح معاه تقريبا ساعه. لما اتكلمت معاه ودي شغلتي ان انا اقرا الناس، لما اتكلمت معاه انا بقى بأكد لكم مش مجامله، عمر طريقه تفكيره افضل مني بكتير لما انا كنت في سنه. ده معناه ايه؟ ده معناه ان المدرسه
عندكم بتساعدكم ان انتوا فعلا تبقوا مستعدين ان انتوا تعملوا حاجه كبيره. بس ده بيتوقف على ايه؟ المدرسه اسمها ايه؟ بدايه. ده يتوقف على انكم تبداوا، تاخدوا القرار ان انتوا تبداوا. واللي بيبتدي لازم لازم يوصل، فربنا يكتب لكم نجاح وانجاز واثار في الارض باذن الله، تكون اعمار كبيره جدا مستمره لسنين طويله جدا، واثر عظيم ليكم وذريتكم ان شاء الله. وشكرا.